مساء الخير اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامجنا الجسر وبرنامجكم الجسر. مصر بلدنا، مش بلدي انا بس كمصري، بلدنا كعرب. مصر لها مكانه خاصه جدا عند كل عربي وكل مصري، ولما بلدنا الام تتوجع او تمرض لازم نقف جنبها. مين هيقف جنبها غير ولادها؟ فاحنا حاليا دلوقتي البلد فيها أزمات، وتعدينا أزمات كتيرة، وأنا بوجه كلامي لكل مصري موجود بالولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بلد الدولار. بلد الدولار اللي عمل لنا مشاكل كتير، سواء في مصر، في الشرق الأوسط، في دولنا العربية. الحروب والهجوم يعني اللي بيحصل ده كله، ده مش بمحض الصدفة، ولكن احنا لن نتطرق للمواضيع السياسية في برنامجنا. زي ما اتفقنا احنا بنشوف المصلحة العامة والصالح العام من اللي ينفع بلدنا او بلادنا العربية. ايضا احنا انا بوجه كلامي لكل مصري بصرف النظر عن انتمائه، لان اللي موجود دلوقتي، سواء انا بحب الناس اللي موجودة دلوقتي او النظام اللي موجود دلوقتي او ما بحبوش، في الاخر دي بلدي، بلد جدودي، بلد اهلي، تاريخي، مهد الحضارات ومهد الاديان، وبلدنا لا يمكن يعني أصولنا وجذورنا في البلد دي. ومكانة الخاصة لكل عربي، لما مصر ورمانة الميزان بتبقى ماشية صح، المنطقة كلها بتمشي صح. فمصر أهميتها من أهمية أي دولة عربية من أهمية مصر. فمصر بلد مهمة جدا جدا جدا، وإحنا كمصريين وكعرب وأبناء البلد دي لازم نقف جنبها. أنا بتفكرني زي الأم الغنية اللي عندها فلوس كتير وعندها عقارات وعندها أراضي وعندها تجارة، ولكن كلها مجمدة، ما عندهاش السيولة، عندها أزمة دلوقتي حاليا في إن هي يبقى فيه كاش. فمين يقف جنبها؟ ولادها لازم يقفوا جنبها، وإحنا ولاد البلد دي، بلدنا مصر الأصل. إحنا عايشين في أمريكا، ولكن روحنا وقلوبنا كلها مع بلدنا، اللي هي الحمد لله لحد دلوقتي ما زالت البلد موجودة صح 100%. مش هقول 100%، أنا مش عايز أتكلم في نواحي قلنا سياسية، ولكن في مطار، في مواصلات، في ناس بتخرج، في ناس بتاكل، في ناس بتشرب، في تعليم. أنا مش بتكلم على المستوى، ممكن المستوى يكون أقل، مستوى أعلى، ولكن البلد الحمد لله ربنا اللي حافظها، مش الناس اللي حافظين البلد دي، ومش النظام ده، ولا النظام اللي قبله، ولا النظام اللي قبله، هو ربنا اللي حافظ البلد دي. فسواء انت بتحب الرئيس اللي موجود او ما بتحبش الرئيس اللي موجود، انت بتحب بلدك، ولو عايز تساعد بامانه وبحب لبلدك ولاهلك انت تساعد، مالكش دعوه ده اتشال ده اتحط، ده مش فارقه معانا، لان في الاخر البلد موجوده، الناس بتروح، البلد موجودة. خليني أعزائي المشاهدين، أنا النهاردة يسعدني أن احنا يكون معنا شخصية حاولت كتير قوي خلال يمكن سنة ونص أن هو يكون معنا، ولكن دايما هو متواري وراء الأضواء، هو جندي مجهول فعلا، ولو إنجازات كتيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، لأنه هو مدير عام البنك الأهلي المصري بنيويورك، وده البنك المصري الوحيد في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فخلينا نرحب بالأستاذ خالد الغراب، مدير عام البنك الأهلي فرع نيويورك. أهلا وسهلا أستاذ خالد. معلش أنا آسف، يعني البداية كانت شوية فيها يمكن نوع من الحماسة، بس إحنا يعني لازم نقف جنب بلدنا. الحماسة مطلوبة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا ليا الشرف أن أكون موجود مع حضرتك دلوقتي وألتقي بالسادة المشاهدين كلهم في أمريكا الشمالية. وأنا بشكرك يعني، وبقول لك يعني أنا مش عارف ليه حضرتك دايما بتفضل أن أنت تكون من وراء الأضواء، رغم أن أنت مطلوب أن أنت تكون موجود يعني دايما قدام الناس والناس شايفاك، ويعني بتعمل حاجات كتيرة. البنك الأهلي صحيح في نيويورك، بس شفت البنك الأهلي موجود في ولايات تانية أو ممثلين البنك الأهلي في الولايات الأخرى. حصل كذا نوع من أنواع الإيفنتس اللي قبل كده كان على مستوى عالي جدا، وحضرتك يعني جندي مجهول ورا الكلام ده، يعني هل في سبب مثلا معين أو؟ لا فندم، مش جندي مجهول ولا حاجة، احنا بس بنقوم بدورنا وبنقوم بواجبنا اللي احنا موجودين فيه في الولايات المتحدة الأمريكية.
كدعم للاقتصاد القومي وكخدمة للجالية المصرية الموجودة، لأن احنا بنعتبر نفسينا، لو هستعير اسم برنامج حضرتك بعد إذنك، يعني بنعتبر نفسينا جسر ما بين الجالية المصرية والوطن الأم. احنا بنقدر نعمل ايفنتات زي ما حضرتك قلت كتير، موجودة في واشنطن، موجودة في لوس انجلوس، موجودة في شيكاغو. بنحاول نتواصل مع الجالية، بنحاول نخدم الجالية على قد ما نقدر، في وبنفس الوقت بندعم الاقتصاد القومي كدورنا، زي ما حضرتك وضحت ان احنا البنك المصري الوحيد. بقاله قد ايه البنك الاهلي؟ احنا بدأنا في سنة 2000. ويعني الدور اللي هو المحدد اللي كان للبنك لما يفتح، لما يتفتح في سنة 2000، وصعب ان انت يكون هنا عندك فرع في امريكا، اعتقد اي بنك اجنبي من اصعب ما يمكن ان هو يكون موجود في امريكا يعني. تمام، خليني اوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين، يمكن احنا بدأنا في سنة 2000 واحنا كفرع للبنك الاهلي المصري في القاهرة، وعندنا فرع، عندنا سبسيدري تاني موجود في لندن من الثمانينات، من 1982، وعندنا فرع في الصين في شنغهاي من حوالي 2006. ده تواجد البنك الأهلي كفروع وكسب صدري لخدمة الاقتصاد القومي خارجيا. حضرتك بدأنا في سنة 2000 كهول سيل بنك وليس ريتيل، عشان يمكن بعض المشاهدين عايزين نوضح الفرق ما بين الهول سيل والريتيل. الهول سيل احنا لا بنتعامل مع شركات ولا نتعامل مع أفراد. يعني حضرتك والشهادة المشاهدين مقدرش حضرتك تشرفني وتفتح تشيكينج اكاونت او سيفينج اكاونت او حضرتك تاخد من عندي مورجج او الكلام ده، لا احنا ده ما بنقدرش نقدم الخدمة دي، وده ما كانش قرارنا احنا. يعني عشان برضو اوضح، احنا اللايسنس اللي خدها البنك الاهلي، احنا قدمنا على لايسنس للولايات المتحدة الامريكية وخصوصا ولاية نيويورك في 1998، استغرقنا حوالي سنتين. الرخصة اللي ادوهالنا رخصة هول سيل وليس ريتيل، لأن في قرار من الكونجرس الأمريكي في 1995 بعد البنك رابسي بتاع بنك الاعتماد والتجارة، إنه لا يسمح لفروع بنوك أجنبية بالتعامل بالريتيل. فهو يعني مش ليس قرارنا يعني، لا لا لا. سواء بنك أي فرع أجنبي يعني. أي بنك أجنبي بيقدم على رخصة للتواجد في السوق الامريكي ليس مسموح له انه يتعامل خدمه افراد. خدمه افراد اللي هي الريتيلر. بالظبط، انه حضرتك تفتح تشيكينج اكاونت، تفتح سيفنج اكاونت، حضرتك يكون لحضرتك تقدم لي على مورجج، كان ده مش موجود. مزبوط. احنا بنتعامل مع الشركات، شركات المالتي ناشونال، الشركات الامريكيه اللي لها تواجد في السوق المصري وفي المينا ريجن اللي هي ميدل ايست نورث افريكا. حضرتك احنا متواجدين من سنه 2000، متواجدين بقوه. طبعا حضرتك يعني سنة 2000 دخلنا في ستمبر 11، بعد ستمبر 11 الفاينانشال كرايسيس 2008، بعديها بنتكلم في 25 يناير، بنتكلم في 30/6، ده أزمات كبيرة قوي مرت بيها. هول سيل مثلا بتتعاملوا مع مين؟ مع احنا مش بنتعامل مع شركات مالتي ناشونال، بنتكلم مثلا بدون مش عارف مسموح لي الاورجنايزيشن الكبيره، مثلا مسموح لي اقول اسامي من غير مش تبقى دعايه، لو اورجنايزيشن كبيره بنتكلم في جي اي، بنتكلم في جي ام، بنتكلم حضرتك في شركات مالتي ناشونال، كوكولا، بيبسي، شركات لها تواجد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وخصوصا مصر. بس حضرتك عملت استثناء لهذا الموضوع. تمام، احنا النهاردة عايزين نتكلم على هذا الاستثناء لهذا الموضوع، اللي هو يعني البنك مش ريتيلر صحيح وهول سيلر، ولكن خالد بيه يوضح ايه بالضبط اللي ممكن كمصري او كعربي متواجد في امريكا اللي ممكن يستفاد منه من البنك. احنا بدأنا حضرتك الفكرة دي من فترة، ان احنا برغم ان احنا مش هول سيل، احنا سوري اسف، ان احنا مش ريتيل، ان احنا لازم بنخدم الجالية. أيوة. خدمتنا للجالية المصرية بالذات، في ان حضرتك بتحتاج تفتح حساب في القاهرة، بتحتاج حضرتك تعمل توكيل لقريب لحضرتك او والد او والدة. فحضرتك قبل احنا ما نكون موجودين وقبل ما نقدم الخدمة دي، كنت حضرتك مالكش حل تاني غير حضرتك تنزل القاهرة عشان حضرتك تفتح الحساب. احنا تعدينا المرحله دي، حضرتك بنتواصل معانا، حضرتك بتيجي عندنا، بتخلص كل المستندات، احنا بنتولى ارسال المستندات للقاهره، وبعد كده حضرتك بيبقى الحساب بتاع حضرتك مفتوح في احد فروعنا اللي حضرتك بتختاره على حسب مكان اقامه حضرتك، وبيتم التواصل مباشره ما بين حضرتك وما بين الفرع عن طريق الاونلاين بانكينج، او لو حضرتك محتاج نتيجه فرق التايم زون ما بين حضرتك وما بين القاهره بيتم الاتصال بينا، واحنا بنحط حضرتك على الكولينج سنتر مع القاهره لو ليك اي استفسارات على حسابك.
يعني حضرتك بتعتبر زي وسيط ما بين الفرد او المقيم هنا تمام وما بين البنك في مصر الفرع في القاهره. الفرع تمام. ده بقى مثلا انا مقيم في هيوستن مثلا او في نيويورك تمام وبفتح فرع في بفتح لازم احدد الفرع مثلا عايز افتح في القاهره في اسيوط في اسكندريه زي ما حضرتك عايز. حضرتك بتفتح في الاماكن دي وفي نفس الوقت انا مثلا بقدر يجي لي كارت مثلا اللي هو البنك اتعامل معاه اونلاين تمام من غير ما اسافر ولا اروح من غير حضرتك ما تتحرك خالص من غير ما اروح بالظبط. طيب في حضرتك مثلا يعني في كان ايميل قبل البرنامج على طول لما عرف ان حضرتك موجود ليته متكرر كتير الناس كتير حاولت تفتح حسابات في مصر في البنك الاهلي لما راحوا ادوهم الرقم القومي مكتوب عليه بدون عمل تمام فاضطر ان هو يديهم قالوا له الباسبور فشاف الباسبور الامريكي قالوا له الباسبور الامريكي لو فتحت حساب احنا ده ريبورتد للحكومه الامريكيه وهتاخد عليه ضرائب فيمكن كلام شويه فيج بس عايز توضيح اكتر نوضح بعد اذن حضرتك هو حضرتك لازم يكون في وظيفه لصاحب الحساب تمام دي ردي على جزئيه بدون عمل تمام لازم يكون في وظيفه لصاحب الحساب تمام الجزء الثاني بتاع الباسبور الباسبور ده اجراء من الحكومه الامريكيه الزمت كل البنوك العالميه ان العميل الامريكي يقر بجنسيته طرف البنك المتعامل معه ايوه فحضرتك انا ما ببلغش او البنك الاهلي انا بمثل البنك الاهلي في القاهره البنك الاهلي ما بيبلغش الاي ار اس البنك الاهلي ما بيبلغش الحكومه الامريكيه ولكن البنك الاهلي لو حصل استعلامات او حصل انفستيجيشن من الحكومه الامريكيه او من الاي ار اس على عميل معين حسابه طرف البنك الاهلي فانا ملزم ان انا ارد عليه ولكني لا اتبرع بان انا ابلغ باي حاجه دي مهم جدا يعني تمام. في قانون اللي هو الفايكه ده الفتكه او الفتكه اسمه تمام فتكه فتكه تمام حضرتك يعني لو دينا نبذه صغيره عن الفتكه القانون فتكه هو بيلزم كل مواطن امريكي له استثمارات خارج الولايات المتحده الامريكيه واستثمارات سائله بمعنى أيوة. وليست عقارات وليست اراضي ولكنها اموال سائله في البنوك كويس في صوره تشيكينج اكاونت او سيفينج اكاونت أيوة. او سي ديز أيوة. انه بيقر بحجم الفوائد التي تم الحصول عليها في اثناء سنه ماليه عشان اوضح لحضرتك كويس. يعني كل الامريكان دلوقتي حضرتك بيبتدوا ان هم يفيلوا اي ار اس على 2015 النهارده لازم اي امريكان موجود حساب له خارج الولايات المتحده الامريكيه لازم يقروا في الاقرار الضريبي ده مش في مصر بس في اي بلد في العالم في اي بلد أمريكا. في العالم وده قانون بالظبط وده قانون مش على البنوك المصريه ده قانون على كل البنوك العالميه بالظبط تمام واحنا ما بيتمش من البنوك الموجوده في مصر عامه مش عايز اتكلم على البنك الاهلي بس أيوة. احنا ما بنقرش عن اي عميل ولكن في حاله طلب الاي ار اس او الحكومه الامريكيه الاطلاع على حساب مواطن امريكي ايوه من حقي ان انا ابلغه بيه ده توضيح واضح جدا وهل في مبلغ معين بالنسبه لقانون الفتكه او ده بينطبق لا هو حضرتك بيتم المحاسبه الضريبيه على حجم الفوائد وليس اصل المبلغ يعني كلام بس احنا نرجع تاني لموضوع الفوائد بس تمام. معنا تليفون معنا الاستاذ ماجد امين اهلا مساء الخير اهلا يا استاذ ماجد اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اسمح لي ان انا اشارك معاكم تحت امرك مع الاستاذ خالد الغراب اللي احنا كمجموعه نيجي بنتمنى له كل التقدير على المساهمه الكبيره اللي بيعملها مع الجاليه المصريه هنا في نيويورك اهلا وسهلا انا احب بس ان انا اكون في البدايه كده ان انا اقول ان احنا ابتدينا فعلا حمله اسمها رد جميل واسمح لي ان انا انتقل الحمله دي للمصريين الوطنيين بالخارج أنا مش هنسيبها لمجموعة نيو إيجيبت ولكن هننسيبها لكل المصريين الوطنيين بالخارج لأن إحنا بنعتبر إن مجموعة نيو إيجيبت جزء لا يتجزأ منهم. الحملة اسمها إيه يا أستاذ ماجد؟ إن شاء الله هتكون حملة اسمها رد الجميل إن إحنا دولاراتنا اسمها رد الجميل؟ دولاراتنا ببنوكنا. ودي حملة إحنا بدأناها لسه يعني دعينا ليها وإن شاء الله أنا على يقين من مكافحة كل الجمعيات والقوى الوطنية بالحملة لأننا لما بتيجي حاجة تتعلق بالوطن بنبقى كلنا إيد واحدة. فاحنا هنقوله حمله المصريين بالخارج ان شاء الله كبدايه للتعاون مع يعني مع البنوك الوطنيه عامه وطبعا احنا لوجود البنك الاهلي المصري هنا احنا توجهنا اليه وطلبنا منه الاستشاره ازاي نقدر نعمل وصراحه لقينا يعني
مشاركة جيدة منهم، وهم يعني قالوا وجهونا وابتدوا يقولوا لنا ايه اللي المفروض يحصل، وفي تنسيق حاليا. طيب انا استاذ ماجد، احنا يعني انا بدعوك ان انتوا يعني كمجموعه اسمها نيو ايجيبت ان انتوا تشرفونا ونتكلم اكتر بالتفاصيل عن المبادره اللي حضرتك بتتكلم عليها، ولكن حاليا دلوقتي مع الاستاذ خالد. انت حضرتك عندك اسئله يعني عايز توجهها للاستاذ خالد؟ هو انا احب ان الاستاذ خالد طبعا في مجموعه من الاسئله جات لنا احنا نحب ان هو يقولها لنا. يعني في مجموعه من الناس سالونا عندما يتم فتح الحساب في البنك الاهلي في خطا مخطوط، الناس فاكره انه بيفتح في البنك الاهلي هنا، فانا احب ان الاستاذ خالد يوضح للناس ان فتح البنك الحساب ما بيبقاش في هنا، فاحب ان هو يشرح لنا بالتفصيل الخطوات اللي هنتمها لان دي هتكون مهمه جدا لينا. طيب بالنسبه للحمله، السؤال الثاني يا استاذ ماجد، السؤال الثاني برضو جالنا اسئله عن لو حد معاه اوريدي حسابات في البنك الاهلي المصري، هل لازم الحساب يكون باسمه ولا يقدر يحول على حساب حد في العيله؟ يعني هل هو ممكن يحول على حسابه لازم حسابه هو الشخصي، ولا انا ممكن مثلا احول على حساب اخ او اخت او ابن عم او ابن خال او حد؟ تقصد يعني تعمل واير ترانسفير مثلا؟ بالضبط. اوكي تمام. السؤال الثالث برضو، هل يتم فتح الحساب هنا بالاسم عادي ولا لازم بالفاميلي نيم؟ يعني ممكن في ناس هنا حسابهم اساميهم بيبقى بالمارج نيم، وفي مصر طبعا ما بيعترفوش بالحكايه دي، لازم يبقى باسم كامل، فهل يتم فتح الحساب بالمارج نيم ولا بالاسم الطبيعي بتاعه؟ ايوه. معلش انا اسف جدا ان في اسئله كثيره جات لنا من ساعه ما عملنا حاجه، فانا هستغل طبعا وجود حضرتك فتكلم عشان نقدر نجاوب على الحاجات دي كلها. لو في حاله، في ناس بتقول لو فتحنا الحساب هل هقدر استرد الفلوس في اي وقت لو حبيت اعملها، وهل مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط، ان في مصر ما بيدوش لما بيجي يسترد بيمنع ان ياخدوا الفئات ال $100 وال $50 ولازم ياخد الفلوس بتبقى يعني عملات قليله، فهل الكلام ده صحيح؟ ما ياخدوش اقل يعني عملات، ما ياخدش مثلا $100 100 دولار مثلا ما ياخدش $100 مش عارف الكلام ده فيه برضه. اوكي إيه؟ طيب استاذ خالد، عايز حضرتك تعلق على استاذ ماجد معانا في اي مثلا توضيح عايزه منه او حاجه بالنسبه لا بالنسبه لاستاذ ماجد؟ لا، هي الاسئله بتتكرر، ودي يمكن طيب فرصه. انا بشكر الاستاذ ماجد، بشكرك يا استاذ ماجد، وطبعا معانا الاستاذ خالد هيجاوب على الاسئله كلها. انا طبعا بشكر الاستاذ ماجد على المداخله، وبشكره بصفه خاصه لان هو كان من ضمن المجموعه الاولانيه اللي جت البنك وسالت ازاي نقدر نساعد وازاي نقدر نعمل حمله، واحنا الحمد لله وجهناهم، يمكن هنتطرق لده. انا بس عايز ارد على مجموعه من الاسئله. لان الاسئله فعلا اللي عنده الأسئلة عندنا احنا منها برضه. الاسئله بتتكرر كتير على موضوع الفاميلي نيم واللاست نيم، ايوه، وفتح الحسابات، وهل ممكن حقي ان انا افتح حساب باسم شخص تاني ولا لا، واختلاف الاسماء، لان احنا هنا بنتعامل بفيرست نيم ولاست نيم. مزبوط. ولكن في مصر بيبقى عندنا بالظبط كده. بالزبط. لا أيوة. خلينا نوضح حاجه، انت حضرتك لما بتفتح حساب في مصر انت بتحسب بصفتك مصري، تمام؟ كويس. مصري، يبقى حضرتك لازم يكون عند حضرتك اي دي مصري. كويس. اللي هو بيتمثل في حاجتين، في الرقم القومي او في جواز سفر مميكن. أوكي. اللي هو بيشتمل على الرقم القومي، تمام؟ جواز سفر مميكن، يعني اللي هو يعني جواز الجديد. سفر الجديد، الجديد بالظبط، اللي هو بيحتوي على الرقم القومي. انا ممكن اخد من حضرتك جواز سفر مش مميكن، بس بشرط ان يكون عند حضرتك شهاده ميلاد كمبيوترايز، اللي هي شهاده الميلاد الجديده اللي فيها الرقم ولو القومي. ولو الرقم القومي ده مكتوب فيه مثلا حتى بدون عمل، لانه دايما الناس المقيمين هنا بيبقى بستعيد عنها بالاي دي الامريكان، يعني المصريين في الخارج بيعاملوا بالظبط. المصريين في الخارج بيتم معاملتهم باستثناءات معينه، غير مع احترامي الكامل للمصريين المقيمين، واخد بال حضرتك؟ أيوة. فنتيجه طبعا حضرتك زي ما حضرتك عارف ان بيتكلم في الرقم القومي بيبقى فيه بدون عمل، ولكنه بيعمل هنا، وبند خانه العمل مش موجوده في الاي دي اصلا اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه. فدي اول سؤال كان ساله الاستاذ ماجد. الثاني سؤال موضوع الاسم. الاسم لازم يتفتح بنفس الاسم اللي موجود في الرقم القومي او في الباسبور. ده اللي انت بتفتح بيه، طالما حضرتك معاك اي دي فاليد مصري، فبالتالي هو ده الاسم اللي حضرتك بتستخدمه. كويس. تمام.
حضرتك بالنسبة لموضوع الاسترداد كان أستاذ ماجي كان بيتكلم عليه. ده موضوع مهم جدا. تمام. يعني في حضرتك قرار من سيادة محافظ البنك المركزي ان احنا بيلزم كافة البنوك ان اعتبرها من 2013 سنة 2013 اي مصري حول دولار وتم التنازل عنه داخل البنك لجنيه مصري بغرض الاستثمار شراء شهادات دفتر توفير تم التنازل عنه لجنيه مصري وتم سحبه من البنك ولكن تم التنازل عنه داخل البنك من حقه تحويله بالضبط كده تحويله داخل البنك من حقه ان انا احوله له لدولار تاني لو حب ان هو يرجعه للولايات المتحدة الأمريكية. ده مظبوط كلام. ده قرار واضح وقرار بينفذ وساري. وساري وفي كل البنوك. كلامي بعد إذن حضرتك أعيده تاني. اتفضل. تم تحويله من الخارج عن طريق البنك وتم التنازل عنه داخل البنك سواء لشراء وعاء ادخاري بالجنيه المصري أو سابه في التشيكينج أكاونت بتاعه بالجنيه المصري. الراجل بيصفي جزء من استثماراته أو كل استثماراته بيرجعها تاني لأيا كان الغرض. احتياجه للسيولة هنا whatever من حقه تماما ان انا بدبر له بسعر الشراء اللي موجود عندي في اليوم اللي هو بيطلب وبحوله المبلغ وليس له حد اقصى بدون حد اقصى وليس له حد اقصى ده حضرتك تعليمات البنك المركزي ومنفذ على كافة وده بيبقى موجود مثلا في الكمبيوتر عند البنك اسمه يعني بياناته ولا بيبقى فيه مثلا بروف معين انا بالظبط كده يعني مثلا ان انا حولت من سنتين بالظبط مثلا بالظبط واستعملت مثلا دولار او حولته المصري او حضرتك لما بتحول من سنتين حضرتك بيبقى مع حضرتك فاوشر التحويل ده يفضل ان حضرتك تحتفظ بيه بالاضافه ان سجلات البنك بتفيد بس حضرتك اتمنى احنا لان احنا الريتنشن بتاعنا 5 سنين ريتنشن البنك ان انا احتفظ بالسجلات 5 سنين تمام ف يعني العملاء اللي اكتر من 5 سنين يفضل انه يحتفظ بالفاوشر وهل في رسوم معينه لسحب الفلوس دي ولا لا 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 ولا لا لا مجرد لا خلاص بيتم التحويل من جنيه مصري لدولار بسعر السعر المعلن في البنك للبيع في يوميها وبيتم تحويل المبلغ اللي هو محتاجه يعني حضرتك لو انا معايا دولار ايوه ونزلته مصر تمام فتحت حساب في البنك بالدولار تمام وبعدين سحبت الدولار ده من البنك في مصر تمام. سحبته في مصر تمام واخبر حضرتك هل من حقي ان انا ارجع تاني الدولار ده واحوله على حسب حضرتك حسابي في امريكا ده بعد اذن حضرتك اتفضل حضرتك سحبته لكاش تمام وبقى في ايد حضرتك كاش الغرض من سحبه كاش ايه كنت عايز اشتري حاجه بس تمام حضرتك كان في غرض ان انت حضرتك كنت داخل في استثمار معين ولم يتم تمام فانا لما باجي بسال حضرتك نتيجه دي قواعد مصرفيه عالميه كويس حضرتك بتسحب كاش حضرتك بتجيب لي ما يفيد ان حضرتك كنت داخل في عقد شراء معين هناك نتيجه ظروف معينه وبقى معاك الكاش وبترجعه تاني مثلا بيسحب الفلوس عشان حاجه بيرسونال عايز مثلا يجوز ابنه يجوز طالما يا فندم هيودعها في البنك تاني كدولار من حقه ان انا احولها له تاني للاتجاه اللي هو للدوله اللي هو محتاجها ما عندي احنا ما عندناش مشكله ما عندناش مشكله خالص ما فيش اي حد اقصى لا حضرتك تم الاقصى حدوده في اللي تم التنازل عنه داخل البنك من عمله صعبه لجنيه مصري وتم استثماره في اي وعاء ادخاري بيحوله بعد كده ما عنديش حد اقصى طب معلش يا استاذ خالد احنا عندنا تليفونات لا تحت امر غير طبيعيه لا يعني تحت لان احنا ما صدقنا لقيناك تحت امر فناخد كريم من نيويورك تاخد اهلا مساء النور ازي حضرتك اهلا وسهلا معلش عايز اسال بس سؤال عن ان انت تفتح حساب وانت مقيم في امريكا يعني ايجيبشن امريكان لما نزلت اكشلي المره اللي فاتت قالوا لي ان انت لازم طبعا عشان ما فيش عمل هتقدم الباسبور بس الفلوس دي يعني هيقولوا للاي ار اس ان انت معاك فلوس في البلد عشان تاكسبل اماونت اوف ماني اور وات نوت فعايز اعرف لو انت عملت في الرقم القومي بتاعك ان انت رجل اعمال او فتحت شركه في مصر او هكذا لازم برضو ان انا ابلغ ان انا معايا باسبور امريكاني ولا ساعتها اتفضل سؤال مهم سؤال مهم بس انا عايز اقول لك على حاجه احنا ليه بنقلق من حكايه الاي ار اس يعني اي ار اس ما تقلقش لو احنا ماشيين صح مفيش مشكله بس خلي خالد بيجاوب على السؤال اوكي يمكن هعيد الرد تاني على جزء بس هو في جزء جديد هو قاله استاذ كريم في ايوه بالنسبه لي ان انا لو فتحت انت حضرتك كامريكان انا بسال حضرتك في مصر اي بنك خارج الولايات المتحده الامريكيه عنده عملاء سواء بتفتح حساب جديد
او اكزيستنج كاستمر. ايوه. بيطلب منه هل تحمل جنسيه اخرى؟ حضرتك بتقول لا احمل جنسيه اخرى، حضرتك بتمدي كونسنت ان انت لا تحمل جنسيه اخرى. ايوه. حضرتك تحمل جنسيه اخرى؟ احمل الجنسيه الامريكيه. باخد مع حضرتك صوره الباسبور وحضرتك بتمدي دبليو 9. فحضرتك اتس ايذر اور، يا تحمل جنسيه اخرى اما لا تحمل جنسيه اخرى. وده قانون بيطبق على عالميا العالم كله. ده ما حضرتك هي يعني. القانون ده يعني انفنتد او عملوه هنا في بالزبط. امريكا بالزبط. وفي العالم كله بيطبق. فانت يعني حسب ما انت بتمضي. معايا معانا عمر من ميشيغان. اهلا وسهلا. اهلا مساء الخير. اهلا مساء النور. انا عندي سؤال بس حضرتك. انا عندي حساب في البنك الاهلي في مصر، والمشكله يعني انا نفسي ان انا اودي دولارات في مصر، بس يعني it's a huge problem ان انا اسحب فلوسي دي تاني علشان for any reason ان انا اطلعها اجيبها هنا. يعني هما بيطلبوا مني او البلد محتاجه دولارات، بس في نفس الوقت بتحط كميه ازمات وكميه عوائق ان انا من حقي ان انا اسحب فلوسي اللي انا موديها في مصر. ايوه. اقول لهم طب لو انا عندي حساب وحولت فلوس وحولت دولارات، انا فور اني ريزن فور اني بيرسونال ريزن انا عايز اسحب الفلوس دي طبعا عشان اجي مثلا اعمل بيها اي حاجه هنا، فلوسك بيها اي حاجه، فلوسك فلوسي انا اللي محولها. اه. ما بيردوش ان هم يطلعوا ولا دولار، يقولوا لي ما فيش اي طريقه ان انت تاخد فلوس الدولارات بتاعتك. فانا عايز افهم ازاي البلد عايزه دولارات وتحويل المصريين في الخارج هو اهم مصدر للعمله وبيعملوا كل العوائق دي. مظبوط. يعني انا مش فاهم يعني. لا لا، رساله حضرتك واضحه وصريحه، وده يعني سؤالك ده يمكن ناس كتير عندها نفس السؤال ده. خلينا نسمع الإجابة من الأستاذ خالد. أستاذ عمر، يمكن أنا كنت رديت على جزء برضو من السؤال. التعليمات البنك المركزي واضحة تماما. حضرتك طالما حضرتك بتحول دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن بنتكلم على الجالية الموجودة في المتحدة الأمريكية، وبتفتح حساب بالدولار في القاهرة، ما فيش أي ريستريكشن إن حضرتك تحولها من القاهرة تاني في حالة احتياجك ليه. بس لازم اكون في القاهره؟ لا، حضرتك انت بتدي تعليمات للبنك ان اقفل حسابي وحوله لي على بنك في الوقت. اقدر اعمل الكلام ده بالايميل عن طريق الانترنت؟ ده ما فيش. لا مش ايميل، عشان لازم حضرتك موقع. أيوة. بنفس التوقيع واخد بال حضرتك. أيوة. اونلاين مش هتقدر حضرتك تعمل. كويس. تمام. لان الاونلاين بانكينج اللي موجود دلوقتي جاست ان هو انفستيجيشن، جاست استفسار، مش ان انت حضرتك تقدر تحول. لكن حضرتك بتبعت الايميل باتاتشمنت بتوقيع حضرتك عشان اقدر اعمل فيريفيكيشن على السيجنتشر بتاع حضرتك. سؤال اجابه واضحه. وعايز اقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي يعني احنا الوقت بيدهمنا طبعا، بس عندي سؤال مهم بالنسبه للحسابات الناس اللي هي مثلا احنا دلوقتي عشان نساعد البلد دي، فعايز افتح حساب ولو ب $1,000 يعني باخد فايده هنا، الفايده 0.25% بالظبط، يمكن اوصل 3 و4% في بنوك بنك الاهلي في مصر. تمام. فلو انا مصري بيبقى عندي اي دي مصري. تمام. لو انا مش مصري، عربي، لبناني، سوري، مغربي. تمام. ازاي افتح حساب؟ حضرتك بيبقى لك لازم يكون لك اقامه في مصر او لك عنوان في مصر. بمعنى ايه عنوان في مصر؟ انا حضرتك بيكون لك ريل استيت مثلا او لك ارض وحضرتك شاريها. أيوة. ويكون لحضرتك عنوان في القاهره. ده انا بتكلم بالنسبه للعرب. طيب. تمام. أيوة. طالما انت حضرتك لك عنوان في مصر انا بفتح لك الاكونت. طيب. بالنسبه دلوقتي البنك الاهلي موجود في نيويورك، طيب في جالية كبيرة في تكساس، جالية كبيرة في شيكاغو، جالية كبيرة في أوهايو، جالية كبيرة في كاليفورنيا، في كندا، في على مستوى الولايات المتحدة وكندا. إزاي يقدروا يوصلوا للبنك الأهلي؟ هرجع للمقدمة الجميلة اللي حضرتك كنت قلتها، إن أنت شفتنا في ولايات كتير. أنا شفت ممثلين فعلا، شفتنا في ولايات كتير. والله حضرتك فضل. إحنا بيتم التنسيق ما بيننا وما بين القنصليات، تمام، الموجودة في حضرتك في لوس أنجلوس، موجودة في شيكاغو، موجودة في هيوستن. كويس. السفارة في واشنطن. بيتم التنسيق، وبيتم التنسيق على مستوى عالي دلوقتي، ان احنا هنبقى بمعدل كل شهرين موجودين في القنصلية.
لمدة يومين ليتم التواصل ما بيننا وما بين الجاليات، بحيث ان هم انا عارف ان يبقى في مشكله طبعا ان هو يجي من هيوستن من لوس انجلوس ويبقى عنده 5 اورز فلايتس بلس جيت لاك بلس هوتيل بلس ذس اند ذات. لا، احنا هننقل نفسينا، هننقل جزء من التيم اللي عندنا هيبقى متواجد، وهيتم الاعلان عنها على الويب سايت بتاع القنصليات والسفاره في واشنطن بميعاد تواجدنا، سواء للرد على الاستفسارات او سواء لخدمه الجالية. وحضرتك ابعته لنا واحنا برضو بنحطها على الويب سايت البرنامج والفيسبوك البرنامج، بحيث الناس تبقى عارفه في تكساس حضرتك موجود امتى، في هيوستن، في دالاس، في تمام. شيكاغو، في الاماكن دي كلها هتكونوا متواجدين ان شاء الله، بحيث ان احنا عايزين كل المصريين يفتحوا حسابات في البنوك في مصر او في البنك الاهلي اللي هو طبعا يعني اهم بنك في مصر وادم بنك يعني. ف حضرتك ايه الكلمه توجهها للجاليه المصريه بخصوص فتح الحسابات؟ وعلى حسب معرفتي برضو انتوا حضرتك بتعملوا واير ترانسفير، تمام، تقول للجاليه المصريه بالولايات المتحده الامريكيه ايه الكلمه اللي حضرتك عايز توجهها؟ يعني انا في يمكن في ختام اللقاء بالنسبه للجاليه المصريه اتمنى ان احنا يعني ما نسمعش اشاعات، يتم التواصل معنا مباشره من خلال الويب سايتس بتاعنا mbe.com.eg و mbeny.com. حضراتكم بيتم التواصل معنا nbe.com.eg ده الويب سايت .com.eg ده البنك الاهلي، و mbeny.com ده البنك الاهلي فرع نيويورك. nbeny.com nbeny.com بالظبط. وحضرتك بيتم التواصل معنا مباشره لتوضيح المعلومه والمساعده الجاليه. بلاش نعتمد على مع احترامي الكامل اللي بنسمعه في او بنقراه في السوشيال ميديا او بنسمعه من بعض، احنا متواجدين ومتواجدين 5 ايام في الاسبوع وبنرحب بكل استفساراتكم. ويعني السادة المشاهدين لو عايزين اي معلومات انتوا ابعتوا لنا واحنا بنقدر نوصلكم، لو مش قادرين تتواصلوا مع البنك الاهلي بنيويورك. والاستاذ خالد الغراب انا بشكر حضرتك جدا على وقتك معنا، وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات كتير، توعدنا إن إحنا يبقى لنا لقاءات دايما، لأن أنا عارف أنتم متجددين دايما وعندكم دايما إيفنتس كتيرة وفي خدمة الجالية المصرية في الولايات المتحدة. بشكر حضرتك. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود مع عمل خير كبير. برضو إحنا مش هنتكلم من الوجهة الناحية السياسية ولكن من الناحية الإنسانية مع ممثلي حزب الوفد بالولايات المتحدة الأمريكية. فاصل ونعود.